حصه النهارده، حصه مساء، حصه مهمه جدا ان شاء الله هظبطها لكم تمام التمام. بس اللي طالبه من حضرتك برضو تعرفي نظامي في المسائل، بحل المساله على السبوره واديك واحده تحلها لوحدك، احل واحده على السبوره واديك واحده تحلها لوحدك، بحيث نتدرب على اكبر قدر من المسائل والافكار كلها تبقى متنوعه النهارده. دلوقتي حصه المسائل بعنوان مسائل كميه الحراره. حضرتك الورقه والقلم بتطلع صح؟ جهز كشكولك، حصه مستر حسام لازم كشكول ورقه وقلم لازم. ابدا حصتي، محتاج ان افكر حضرتك واقول لك كلمتين لو سمحت تسمعهم. معلش اسمح لي، معلش اخد من وقت حضرتك ثانيتين اعرفك بنفسي. تقول لي مش عايزين نعرف حضرتك؟ لا اسمعني حضرتك، انا اسمي مستر حسام ابراهيم، تخصصي كيمياء، كليتي اللي اتخرجت منها كانت كليه التربيه جامعه عين شمس قسم كيمياء، مش محتاج اقول لحضرتك حاجه تاني. فبعد اذن حضرتك اللي اقول لك عليه لو سمحت احترم التخصص، ولو سمحت اعمل اللي اقول لك عليه. نبص على السبوره حضرتك، مسال كميه الحراره. حضرتك كميه الحراره دي رمزها كيو، يبقى انا رقم واحد لازم تبقى عارف كل مصطلح علمي موجود رمزه بالانجليزي ايه. طب يا مستر الكيو دي جايه منين؟ ده اختصار كلمه حضرتك كوانتيتي اوف هيت. حضرتك اختصار الكلمه دي كلها عنوانها كميه الحراره، هناخد اول حرف ويبقى دي كميه الحراره اللي هي رمزها كيو. حضرتك كميه الحراره دي لما اجي اقول لك عاوزين نمسك حديد نسيحه هنحتاج كمية حرارة قد ايه؟ هعلمك ازاي تحسبها. لما اجي اقول لحضرتك عاوزين نحول او نغير درجة الحرارة من 50 إلى 80، زي ما هنحتاج كمية الحرارة اللي هتغير 50 لـ500، حضرتك كل ما التغير في درجة الحرارة كان كبير كل ما كمية الحرارة اللي احنا محتاجينها كبيرة. لما اجي اقول لك عاوزين نغير درجه الحراره من 20 الى 40 درجه مئويه، زي ما عاوز اغير درجه الحراره من 20 الى 2000 درجه مئويه، لا طبعا، مين اللي هيحتاج درجه حراره او كميه حراره كبيره؟ اللي هو من 20 لكام؟ ل 2000. وبناء عليه حضرتك كميه الحراره مسائل، بسم الله الرحمن الرحيم مسائل، يعني قانون، والقانون لازم يتحفظ. حضرتك ما بتحلش مساله جبر غير وانت حافظه القانون. يبقى زي ما الجبر ما بيتحلش وانت مش حافظ القانون، ما فيش مساله كيمياء بتتحل غير وانت حافظه القانون. مسال كميه الحراره حضرتك المثلث الجميل ده، اول حاجه الكيو، ودي بتبقى اختصار كميه الايه؟ الحراره. حضرتك الكيو دي لازم يبقى معاك ثلاث حاجات علشان تقدر تجيب كميه الحراره، منهم اول حاجه الكتله، والكتله رمزها ام، اظن ان انت خدتها في الفيزياء. تاني حاجه السي اللي هي الحراره النوعيه. واحد يقول لي يا مستر الحراره النوعيه دي اللي هي قوه التحمل، واحد يقول لي طب ما انا مش فاهمها اصلا، ما حضرتهاش الحصه اللي فاتت. اقول لحضرتك جبت لك مادتين على النار، المادتين اللي على النار دول سبتهم دقيقتين على النار، وبعد الدقيقتين لقيت ان الماده الف درجه حرارتها بتصل الى 90 درجه مئويه، والمادة ب وصلت درجة حرارتها 20-25 درجة مئوية. مين اللي اتضرب جامد؟ ألف. مين اللي سخن جامد؟ ألف. يبقى طالما اتضرب جامد يبقى ضعيف، أصل اللي اتضرب يبقى ضعيف. طب وطالما هو ضعيف يبقى قوة تحمله ضعيفة، فبالتالي سخن بإيه؟ بسرعة. يبقى الحرارة النوعية بتاعته مالها؟ ضعيفة. أهو ده اختصار كلمة حرارة نوعية. يبقى عشان عاوز مثلا تسلط على واحد كميه الحراره لازم تبقى عارفه قوه تحمله قد ايه. عشان كده كميه الحراره لما اجي احسبها لازم ابقى عارف الحراره النوعيه اللي عندي قد ايه. طيب يبقى اول حاجه الكتله، الحراره النوعيه، والدلتا تي. يعني ايه الدلتا تي دي؟ الدلتا يعني التغير في درجه الحراره، مش دي تمبريتشر، مش تايم. حضرتك دلوقتي التغير في درجة الحرارة، مش أنا لسه قايل لك إن حضرتك درجة الحرارة لما تكون 20 وتغيرها لـ50، هل ده هيبقى زي من 20 لـ200؟ يبقى أنا محتاج أعرف أنت محتاج كمية الحرارة اللي هتغير لك منين لفين، وده الدلتا تي. طيب يبقى ده التغير في درجة الحرارة، وادي السي وادي الإم. يعني أقدر أفهم من كده إن لما حاجتين يبقوا جنب بعض بضرب، يبقى كمية الحرارة بتساوي
ام في سي في دلتا تي. تاني الكيو بتساوي ام في سي الكيو بتساوي ام في سي حضرتك. تمام. طب بقول لك ايه، نعلى بالمستوى شويه. اذا جيت قلت لحضرتك ان الكيو بتساوي ام في سي في دلتا تي، طب لو انا عاوز الام يبقى بتساوي كيو على السي في دلتا تي، يعني بقسم اللي فوق على اللي تحت. طب لو انا عاوز الدلتا تي يبقى بتساوي كيو على الام في سي. طب لو انا عاوز السي يبقى كيو على الام في دلتا تي. يبقى اللي فوق على الايه واللي فوق سلم على اللي تحت. حضرتك دلوقتي لازم تعرف ان الكتله مش بالجرام والطول بالسنتي وبالمتر. حضرتك كميه الحراره وحده قياسها الجول والسعر. ايه يا مستر كلمه السعر دي؟ تسمع عن السعرات الحراريه؟ لو حد بيعمل نظام غذائي او في جيم يقول لك انت محتاج سعرات حراريه خلال اليوم مقدارها كذا. او حضرتك السعر والجول ده وحده قياس كميه الحراره. واحده مش عاجباها كلمه السعر، قال يعني عاجبك كلمه كيلو، وعشان كلمه كيلو حضرتك متعوده عليها وسمعاها، انما حضرتك كلمه السعر مش سامعها جديد، اتعود عليها. كلمه سعر دي اللي هي الكالوري، والجول اللي هو حرف الجي. طب ماشي. طب والكتله يا مستر؟ اتنين بالجرام وبالكيلو جرام. طب ماشي. الحراره دي بالسيليزيوس، درجه الحراره بالايه؟ نسبه للعالم سيليزيوس اللي هو عمل الترمومتر المئوي. يبقى وحده قياس هنا سي سمول وعلى راسها كوما كده، اهي دي اسمها السيليزيوس. سيليزيوس سيليزيوس اسمها ايه؟ يبقى وحده قياس درجه الحراره سيليزيوس. جميل. دلوقتي فكرتوا حضراتكم من كتر ما بتفكروا صوتكم عالي في تفكيركم وبسمعوا، عرفت ازاي او بنفكر في ايه؟ حضراتكم فكرتوا في حاجتين. رقم واحد حضرتك جبتي وحدات القياس كلها، فاضل لنا السي. رقم اتنين واحده بتقول لي وانا ان شاء الله هستخدم الجول ولا السعر، هستخدم الجرام ولا الكيلو. طب حضرتك هستخدمهم امتى؟ طب يا ترى هشتغل ازاي؟ اجاوب حضرتك واقول لك الصبر حلو. حضرتك بندرس وحدات القياس الاول، ودلوقتي هنحل بدل المساله 2 و3 و4. الصبر حلو. كل اسئله هتفكر فيها او فكرت فيها اصبر ثانيتين تلاقي اجابتها جايه لك. طب يا مستر حسام ماشي، فاضل لي الحراره النوعيه دي، لو سمحت قول لي وحده القياس ايه؟ بس قبل ما اجيب وحده القياس حضرتك، هو السي بتساوي ايه؟ هو مش السي في النص؟ احط ايدي عليها، بتساوي الكيو على الام في دلتا تي. يبقى اروح اجي كده واقول انها كيو على الام في دلتا تي. طب حضرتك انا دلوقتي هاخد وحده قياس هنا مثلا 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 كميه الحراره الجول، وهاخد وحده قياس الكتله بالجرام. حضرتك كميه الحراره هنا بالجول، والكتله بالايه؟ بالجرام، والدلتا تي بالسيليزيوس. حضرتك دي هي دي، ادي الجول، شايف علامه الكسر على جرام في سيليزيوس. ايه ده يا مستر؟ يعني كده وحده قياس الحراره النوعيه جول على جرام في سيليزيوس؟ ادي جول على جرام في سيليزيوس. فواحد يقول لي طب بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، ممكن تبقى كده بدل الجول كالوري على جرام في سيليزيوس؟ صح، هو مش الجول والكالوري بيمثلوا كميه الحراره؟ تنفع. طب ايه كمان؟ شايف حضرتك الجول دي ممكن اخليها جول على كيلو جرام في سيليزيوس؟ تنفع. حضرتك شايف دي ممكن اعملها كده، كالوري على كيلو جرام في سيليزيوس. ايه يا مستر اللي عاوز توصله لي؟ عاوز اقول لحضرتك انك تبقى قادر انك تلعب بوحدات القياس براحتك، لان ممكن يجيب لك في الاختيارات وحدات قياس متغيره ويقول لك مين في دول وحده قياس الحراره النوعيه. لازم تعرف الاول ان الحراره النوعيه كيو على ام في دلتا تي، وعارفه ان الكيو بالجول او بالسعر، وعارف ان الكتله بالجرام او بالكيلو جرام، والدلتا تي بالسيليزيوس. طب يا مستر ماشي، لو في الاختيارات وحدات القياس متغيره هعرف اجيبها، بس جوه المساله هشتغل ازاي؟ بجرام ولا بالكيلو، وبالجول ولا بالسعر؟ اجابتي لحضرتك بتبص على حاجه معينه اسمها المديره. ايه المديره؟
حضرتك هنا في مديرة بتروح لها وتقول لها يا مديرة أشتغل بيها، تقولك تعال أعرفك عليها. حضرتك دلوقتي السي، شايفين دي؟ أهدي الحرارة النوعية بتاعت حضرتك، أهي الحرارة النوعية دي المديرة. إذا لقيت في المسألة الحرارة النوعية بالجول على جرام في سليزيوس، يبقى أنا كده هشتغل بالإيه؟ بالجرام، وهشتغل بالإيه؟ بالجول. يعني لو أنا مدي لك 500 كيلو جرام، ينفع أشتغل بالكيلو والمديرة بتقول إن هي بالجرام؟ فساعتها هتحول من الكيلو للإيه؟ للجرام. طب يا مستر التحويلات دي إزاي؟ أو هنعمل فيها إيه؟ مش عاوز أصعبها على نفسك، الموضوع سهل جدا، بس اللي أقدر أقوله لك إن أنت في المسألة عينيك على الحرارة النوعية، هي اللي هتوجهك، هي اللي هتقولك استخدمي الجول ولا السعر، هي اللي هتقولك استخدمي الكيلو ولا الجرام. طب يا مستر افرض ما ادهنيش، هقولك برضو هتعمل ايه. بس اهم حاجة دلوقتي وحدات القياس بتاعت حضرتك بتعتمد على المديرة. حضرتك اتزنقت، اقعد دور في المسألة فين الحرارة النوعية، لقيتها يبقى جول. يبقى لو انت عندك كمية الحرارة بالسعر، اسيبها سعر ولا احولها؟ احولها، لان الحرارة النوعية بالايه؟ بالجول. طب حضرتك هنا بالجرام، لو لقيت المسألة بالكيلو جرام احولها ولا اسيبها؟ احولها، لان الحرارة النوعية بالايه؟ بالجرام. طب حضرتك تعالالي، هو انت عندك الكيلو في كم جرام؟ مش 1000؟ طب الاتنين كيلو فيهم كم جرام؟ 2000. التلاتة كيلو 3000. الاربعة كيلو 4000. يعني كده من الكيلو للجرام بتضرب في كام؟ في 1000. طب من جرام لكيلو بقسم على 1000. طب يبقى اذا في علاقه ما بين مين ومين؟ في علاقه ما بين الكيلو والجرام. طب ماشي انا فاهمها دي، ممكن حضرتك تقول لي في علاقه ما بين الجول والسعر؟ في علاقه. ايه ده؟ يعني كده انا اقدر افهم واستنتج ان ممكن يديني في المساله الجول ويقول لي حولها لايه؟ للسعر. وممكن يقول لك طلع لي كميه الحراره بالسعر وانت تطلع الناتج بالجول، يبقى لازم احوله لايه؟ للسعر. فين التحويله دي؟ اعملها لك كده على السبوره بطريقه سهله قوي. شايف الدايره دي حضرتك؟ اللي فوق جول، اللي فوق، اللي فوق جول، وهنا حضرتك السعر، وهنا 4.18. واحد يقول لي يا مستر ايه ال 4.18 دي؟ قلناها في فيديو الواجب انها الحراره النوعيه للميه. اشمعنى الميه يعني؟ هي يعني خلاص مفيش غيرها؟ اقول لحضرتك ربنا ليه حكمه كبيره قوي، انه خلى الميه الماده الوحيده اللي اتخلقت اعلى قوه تحمل في المواد كلها اللي ربنا خلقها. فواحد يقول لي طب ليه؟ انا بقى عاوز اعرف حكمه ربنا. اقول لك رقم واحد، الحراره النوعيه معناها قوه التحمل، يعني الماده دي ما بتسخنش بسهوله ولا بتبرد بسهوله، ما دي قوه تحمل، ولا بتسخن بسرعه ولا بتبرد بسرعه. تخيل حضرتك جسمك 70% منه ميه، صح؟ يعني جسمنا 70% منه ميه. حضرتك لو ماشي في الشمس والحراره النوعيه للميه ضعيفه، حضرتك هتغلي من جوه. ليه؟ لان قوه تحمل الميه ضعيفه، فبالتالي الميه هتغلي من جواك. طب حضرتك لو شويه برد وشويه سقعه، هتلاقي نفسك الميه اتجمدت في جسمك. ليه؟ لان الحراره النوعيه للميه ضعيفه. بس حكمه ربنا ان احنا نقدر نعيش، ان خلى الحراره النوعيه للميه اعلى حراره نوعيه في الكون. وبناء عليه لو الحاجه التوب الناس تعرفها، حضرتك الحراره النوعيه للميه ب4.18. واحد يقول لي الرقم ده يا مستر بيبقى معطى في المساله؟ لا، يبقى لازم اكون عارفه. حضرتك الميه هيجي لك كده، عارف لو قال لك الحراره النوعيه للحديد يقول لك اتفضل اهي الحراره النوعيه في المساله، يقول لك الحراره النوعيه للحديد اهي. عارف النحاس يقول لك اتفضل الحراره النوعيه للنحاس اهي. عارف لو بتتكلم على الالومنيوم يقول لك الحراره النوعيه للالومنيوم اتفضل اهي. الحراره النوعيه للزيت يقول لك الحراره النوعيه للزيت اتفضل اهي. طب لو الكلام على ميه يقول لك اتفضل هات الاجابه. تعالى لي بقى، الحراره النوعيه للميه بكام؟ باربعه وكام؟ و18. المرة الجاية هسأل حضرتك في رقم واحد الكيو بتساوي ايه؟ تقول لي يا مستر الام في سي في دلتا تي. اقول لك الام ايه؟ تقول لي الكتلة. السي الحرارة النوعية. الدلتا تي التغير في درجة الحرارة. طب وحدة قياس الكتلة؟ تقول لي بالجرام وبالكيلو. طب الحرارة النوعية، استنى يا مستر، حرارة نوعية جول على جرام في سليزيوس، تمام. حضرتك الدلتا تي اللي هي التغير بوحدة قياس ايه؟ السليزيوس يا مستر. طب بقول لك ايه، تعالى لي عاوز احول ما بين الجول والسعر. قول لي يا مستر لحظة، اعمل الدايرة، الجول فوق، الكالوري اهو 4.18. اسال واحد اقول لها الحراره النوعيه للميه بكام وما تقوليش؟
يبقى ما ذاكرتيش، يبقى ما تزعليش، يبقى المية باربعة وكام؟ حضرتك دلوقتي شايف المخطط ده، أطبق عليه دلوقتي. أنت عندك 5 جول يساوي كام سعر؟ واحدة واحدة الأول. شايف حضرتك هو الرقم اللي عندك جول ولا سعر؟ لو سمحت شيل الجول حطي 5، مش هنا 5 جول، روح شيل الجول حطي 5، مش هنا جول حطيت 5، يبقى السعر بيساوي ايه؟ 5 على 4.18. بعد اذنك يا مستر اديني مثال كمان. حاضر. اجي اقول لحضرتك دلوقتي عندك 30 كالوري بيساوي كام جول؟ شايف حضرتك الكالوري، الرقم بتاع الكالوري معاك، روح شيل الكالوري حطي 30، يبقى الجول بيساوي ايه؟ 30 في 4.18. تحويلتك سهله، بس المهم ما تنساش المديره، علشان هي اللي هتقولك تحولي ولا ما تحوليش. يعني المديره لو بالجول ومديك بالسعر يبقى لازم احول. اعمل ايه يا مستر؟ ما تنساش الدايره الحلوه دي. دلوقتي حضرتك بقول لك ايه، سؤال، بس قبل السؤال عاوز اقول لحضرتك ان المثلث اللي قدامك ده رقم 1 لازم تستخدمه في مسائلك، ايا كانت المساله سهله او صعبه، لان في ناس بتبحلق على المساله، تبص للمساله كده يا ابني اكتب القانون، لا لازم اشوفها الاول. بعد اذن حضراتكم معاكم بالظبط 30 ثانيه دقيقه، كله يكتب لي القانون، واللي كتبه يكتبه تاني، هسمعه دلوقتي بالبيانات دلوقتي حالا مذاكره حالا. دلوقتي شايف ده، ادي السعر اهو، تمام. انا بقول لحضرتك 5 سعر بيساوي كام جول؟ لو سمحت حضرتك الناتج اللي عندك السعر ولا الجول؟ او مش 5 سعر؟ بعد اذن حضرتك شيل السعر وحط 5، يعني مش دي السعر، حط 5، يبقى الجول بيساوي ايه؟ 5 في 4.18. خلصت. طيب لو 5 جول بيساوي كام سعر؟ شيل الجول حط 5، 5 على 4.18 يديك السعر. اتفقنا؟